عندما ننظر إلى ممارسات الصيام في بلاد الرافدين، نجد أنها كانت تعتمد على ثلاثة أنواع رئيسية: الصوم الامتناع، الصوم الثلاثين، والصوم الملكي. يتمثل الصوم الامتناع في امتناع الشخص عن تناول نوع محدد من الخضروات أو اللحوم لفترة معينة، وكانت هذه الممارسة تعتبر جزءاً من العبادة والتقوى. أما الصوم الثلاثين، فهو يشير إلى امتناع الأفراد عن تناول الطعام لمدة 30 يوماً، وقد كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام حسب المواسم المختلفة في السنة. أما الصوم الملكي، فكان يمارس بشكل خاص من قبل الملوك، حيث كانوا يصومون لفترات محددة وفقاً لحالتهم الصحية لغرض طلب العون من الآلهة. هذه الممارسات كانت جزءاً من التقاليد الدينية والاجتماعية في تلك الحضارات القديمة، وكان لها أهمية كبيرة في حياة الناس وعلاقتهم بالآلهة والطقوس الدينية حتى وصلت لنا في يومنا هذا باسماء وأساليب مختلفة.